كابتن طه ياسين كان بيقول جداً. قبل ما نطلع فاصل عايزين لعيب يعني وسط. ايوه جالك قفشه. قفشه لعيب كويس. شفت ربنا استجاب على طول. عشان نوايانا سليمه. نية سليمه دايما. النوايا برضو من ضمن الحاجات اللي بربنا كل الناس نوايا سليمه دايما يعني. فده فضل ونعمه من الله سبحانه وتعالى. ربنا يوفقه وربنا يسعده. لعيب كويس. لعيب مهم. مهم جدا في تلت الامام. جيت حاجات كتيره جدا. منها حتى الثوابت ما شاء الله مميز جدا. لعيب كبير يعني عنده ترابط رائع وعنده زياده عدديه وعنده مساعده وعنده هو شكل على الجول يعني. فمثل كبير مع زملائه طبعا اللي موجودين ان شاء الله مع الجهاز الفني مع الجمهور مع ان شاء الله الكيان يعمل حاجه كبيره باذن الله. اتمنى كل التوفيق. عمل موسم رائع مع بيراميدز السنه اللي فاتت. كان ليه دور كبير جدا مع انبي كمان كان اكتر من قبل وما لعبش يعني كمان في بيراميدز بالشكل حتى الاوقات الصغيره اللي كان بيلعب فيها. وبعدين عنده برضه ميزه ان هو ما كانش يعني هادي جدا مش بتاع مشاكل. لا هو شخصيه كمان رزين. شخصيه لذين جدا ومؤدب قوي. العب مع انه قدم موسم رائع وكان هداف مع بيراميدز وخلي بالك وكان بيفرق معاهم في ماتشات كبيره جدا في وقت ما كنتش تلاقيه كان بيبقى احتياط. فما حدش سمع عنه حاجه وحشه. ربنا يوفقه وان شاء الله يبقى نجم مع كل زمايله باذن الله يحقق البطولات باذن الله.